السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوني، وده كان الوحدة الثالثة. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس الثالث، شخصيات وأحداث من الدولة الحديثة. زي ما احنا أخدنا إن نهاية عصر الدولة الوسطى انتهى بإن الملك أحمس استطاع الانتصار على الهكسوس، وعارفين طبعا الهكسوس ان هم اساءوا معاملة المصريين، وطبعا اول من استطاع ان هو يواجه الهكسوس طبعا هو الملك سكنرع. ثم توفي الملك سكنرع وتولى قيادة المصريين بعده ابنه كاموس. ثم تولى بعد ذلك احمس قيادة المصريين بتشجيع من أمه إياح حطب، واستطاع فعلا أحمس أنه هو يكون جيشا قويا مجهز بالعجلات الحربية، وانتهى بإخراج الهكسوس من مصر وتم طردهم خارج الحدود، وبذلك استطاع أحمس أنه هو يوحد أقاليم مصر. وحنبدأ درسنا الثالث بشخصيات وأحداث من الدولة الحديثة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان أحمس هو اللي استطاع طرد الهكسوس، فكان أحمس على رأس الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة أو عصر المجد الحربي، سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي. ليه سمي عصر المجد الحربي؟ بسبب كثرة انتصارات ملوكها على الأعداء وتوزيع حدود الدولة المصرية. يبقى عصر الدولة الحديثة سمي بعصر المجد الحربي. زي ما احنا عارفين ان كل عصر من عصور الدولة سواء الدولة القديمة او الوسطى كان ليه لقب. برضو عصر الدولة الحديثة سمي بعصر المجد الحربي لان ملوك هذا العصر حققوا انتصارات كتيرة جدا ووسعوا حدود دولة مصر. ومن اشهر ملوك الدولة الحديثة الملك احمس، الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثالث، والملك رمسيس الثاني. وحناخد كل ملك من هؤلاء الملوك وأهم أعماله. طبعا لازم نكون متوقعين ان اول ملك من ملوك الدولة الحديثة هو الملك أحمس. يعني الملك أحمس زي ما احنا اخدنا ان هو استطاع طرد الهكسوس من مصر. الملك أحمس لو جيت اخدت ايه هي اهم اعماله، هقوله طبعا اللي هو نجح في توحيد البلاد، نجح ان هو يكون جيش قوي قادر عن الدفاع عن الدولة ضد اطماع الغزاة المستعمرين، وحقق انتصارات عديدة، وطبعا طرد الهكسوس من مصر. تاني ملكة من ملوك الدولة الحديثة الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت هي أشهر ملكات مصر، وتميزت فترة حكمها بالأمن والاستقرار. طبعا أمن يعني معنى كده أن الوقت اللي حكمت فيه مصر كان فيه ما كانش فيه حروب، كان فيه أمن. واستقرار أن هي بعد كده اهتمت بالتجارة ونهضت بالفنون، فعشان كان فيه استقرار في البلاد فكان فيه تقدم في الفنون والتجارة. ومن أهم أعمالها أول حاجة بناء معبد الدير البحري اللي هو غرب الأقصر. تاني حاجة أرسلت طبعا بناء معبد الدير البحري ده يدل على تقدمها بالفنون. أما تقدمها في التجارة أو اهتمامها بالتجارة، أرسلت بعثة تجارية إلى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا، وده على طول يجيلي بما تفسر، لإحضار البخور والعاج والأحجار الكريمة. أرسلت بعثة أخرى إلى محاجر أسوان، وبرضو ده بيجيلي بما تفسر، هقوله لجلب الأحجار الضخمة لبناء المعابد. وآخر حاجة أرسلت بعثة تجارية إلى فينيقيا لجلب الأخشاب. يبقى ده أهم أعمال الملكة حتشبسوت. يجي سؤال يقول لي برهن اهتمام الملكة حتشبسوت بالتجارة ونهضت بالفنون، إزاي اهتمت بالتجارة وإزاي نهضت بالفنون؟ هقول له بناء معبد الدير البحري، وهقول له البعثات التجارية الثلاث. ده السؤال ده يجي لي برهن. ما المقصود بالبعثة التجارية؟ مجموعة من التجار بترسل من أجل القيام بعمل ما. يبقى البعثة التجارية دي مجموعة من التجار بترسل من أجل القيام لعمل ما لتقوية العلاقات التجارية. وزي ما شايفين دي صورة للملكة حتشبسوت. ثالث ملك من ملوك الدولة الحديثة الملك تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث بيعتبر من أشهر القادة في ملوك الدولة الحديثة، حيث قام ببطولات رائعة يشهد لها التاريخ، ومنها شن حملات كثيرة على سوريا وفلسطين بعدد 16 حملة. يعني عدد الحملات اللي عملها على سوريا وفلسطين 16 حملة. انتصر عليهم في معركة مجدو، أمن حدود البلاد من ناحية الجنوب أي من ناحية النوبة، بنى أسطولا بحريا قويا. ليه بنى أسطولا بحريا قويا تحتمس الثالث؟ ده سؤال بما تفسر، هقوله ليسيطر به على جزر البحر المتوسط. أقام أول وأقدم إمبراطورية عرفها التاريخ، امتدت من نهر الفرات شمالا، طبعا نهر الفرات ده موجود في بلاد العراق، إلى النوبة جنوبا.
وسؤال هنا جه يقول لي برهن قام الملك تحتمس الثالث ببطولات رائعه يشهد لها التاريخ. هقول له اهم اعماله اللي هو اقام اول واقدم امبراطوريه عرفها التاريخ، امتدت من نهر الفرات شمالا حتى النوبه جنوبا. هقول له شن 16 حمله على سوريا وفلسطين وانتصر عليهم في معركه مجدو، امن حدود البلاد من ناحيه الجنوب، بنى اسطولا بحريا قويا. ده لو سؤال جالي قال لي برهن. رابع ملك من ملوك الدولة الحديثة وآخر ملك هو الملك رمسيس الثاني. من أهم أعماله بنى معابد كثيرة أشهرها معبد أبو سمبل ومعبد الأقصر، نحت مسلات كثيرة، استطاع هزيمة الحيثيين في معركة قادش، وقع معهم أقدم معاهدة سلام في التاريخ. وده سؤال بما يجي لي بما تفسر بالرغم من انتصار الملك رمسيس الثاني على الحيثيين إلا أنه وقع معهم معاهدة سلام. هقول له لرغبته في السلام والتسامح مع الآخرين. عندي برضو يا سنة رابعة في التاريخ الحديث عندي رئيس اسمه الرئيس محمد أنور السادات. الرئيس محمد أنور السادات ده لقب ببطل الحرب والسلام، مثله بالضبط رمسيس الثاني زي ما لقب ببطل الحرب والسلام. لكن الرئيس محمد أنور السادات لقب ببطل الحرب والسلام لأنه قاد الجيش المصري للانتصار على الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973 وأعاد للأمة العربية كرامتها، وبعد ذلك وقع معهم معاهدة سلام مثله بالضبط زي الملك رمسيس الثاني. وزي ما عارفين يا سنة رابعة سواء في عصر الدولة القديمة أو عصر الدولة الوسطى أصابهما في الأواخر حالة من الضعف. برضه هو ده اللي حصل بالنسبة لعصر الدولة الحديثة، في أواخر عصر الدولة الحديثة أصابها حالة من الضعف، وده أدى إلى أن الفرس غزوا مصر، وظلت مصر تحت حكم الفرس حتى جاء الإسكندر الأكبر وهزمهم وفتح مصر بسهولة وأسس مدينة الإسكندرية. سؤال المتفوقين بما تفسر للملك رمسيس الثاني شهرة معمارية كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.